ده باين زينهم مجوعه. خد يا رؤية اديله يا حبيبتي السندوتش ده. يلا. اثبت يا مكانك مش هنا، اشتغل شغلتك واحنا نمولك. يلا قوم يا يلا يا يلا يلا يا عشان عدالك يا فارس. يلا يا الرجوله ملهاش قطع غيار. يلا يا عم انت اهو اتكل على الله. يلا يا عم الحاج عليك عايزينك اتكل على الله. يلا 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 يا عم انت اهو. عاش يا فارس يا جاني. بلا عاش بلا معاش، ما انت طول ما انت رايحه جايه مش عارفه انت رايحه فين، الكبير والصغير هيعكسك وتجيب لي المشاكل. ما تتكش قوي كده بس وتستقوا عليا. طب يلا شوف انت رايحه فين. طب هشوفك بالليل. ربنا يسهل. ماشي سلام. تعمل لها كام الدبله دي يا اللي حيشنا؟ اقول لك يا امه. ايه يا فارس؟ لا تقولي لي ان رؤيه زي اختك. امال هي ايه يا واد؟ زي اختي اه، بس نفسي في الاخر تطلع بنت عمي. ولا هي ملكة ديلك؟ طب اشرب الشاي. طب اشرب الشاي، احلى طب اشرب الشاي في الدنيا. فارس خلي المصحف ده معاك علشان يحفظك. احلى هديه في الدنيا يا امه صفايا، ربنا يخليكي لينا. طب احنا هنستاذن احنا بقى عشان نلحق. فارس خلي بالك منها. ما تخافيش يا ملكة ملوك مصر الوسطى، في عيني من جوه. انا في المشوار ده، انا جاي معاك اتفرج من بعيد. دي بقى عمرو قال لي كنت بحكي لك عليها. بص امها ادتني ايه؟ ادتني مصحف كتاب ربنا. ساعة ما شلته وانا حاسس اني بني ادم تاني. مهربك بيطلع من هنا وبيوصل من هنا. رزقني بزينهم في نفس الوقت رزقني برؤية وصفية. يا سلام عليك يا واد يا جن، انت واضح كده ان هو شقك وانا معرفش. طب والحاجات دي اتسرقت امتى؟ النهارده الصبح بعد الفجر بشويه. الواد هرب من نعيم بس صوروا الصوره دي. الواد ده لو مسجل خطر سهل قوي اجيبه يا باشا. لو مش مسجل يا تهاني. ازيك يا نانا؟ سبعة. سيبك من نانا دلوقتي يا تهاني وخلينا في موضوعنا. يا باشا ما تقلقش، حتى لو مش مسجل خطر نجيبه عن طريق الموبايل والساعة اللي سرقها من العربية سهلة. تفتكر في حد يتزق الواد علينا؟ ما اعتقدش، شكله كده عيل بيقلب عربية ولا حاجة. أنا حكاية شكله دي ما بتريحنيش. الموبايل اللي خده الواد ده عليه رسائل وايميلات من الناس اللي بيشتغل معاهم بره، فما تقوليش بقى شكله مش شكله.
أنا عاوز الواد ده متكتف هنا قدامي في أسرع وقت. ادخل يا زينب. ازيك يا زينب؟ في نعمة يا باشا. عايز مني خدمة زينب؟ كنت أمك تزيد الناس، وعشان سعادتك تجيبني أنا واللي زيي، يبقى أكيد في حاجة مهمة قوي راحت منك وعايزها. أصل يا زينب، واللي هيجيب لي الحاجة دي ومين اللي صرفها؟ اللي عندي جميلة كبيرة قوي. يا اما بقى هعلقكم كلكم لحد ما يبان لكم صاحب. ده لو بان لكم يا زينب. انا تحت امرك يا باشا وتحت امر الحكومه. ماشي. تعرف الواد ده؟ ولا عمري شفته يا باشا. عمري ما شفته يا باشا. انت هتشغليني يا برا؟ ان شاء الله كفاح. عمري ما شفت الخلقه دي قبل كده يا بنت. استنى يا عزم. تحت امرك يا باشا. تطلع لنا ملف زينات نفتح لها قضيه من القدام. تعادى معانا شوي. تحت امرك يا باشا. ولا اقول لك انت بنت حلال يا بنت زينات، فتبعت تجيب لنا كواهرجي اللي اتسرق الاسبوع اللي فات عشان يتعرف على حتتين الصيغه دول اللي لقيناهم مع زينات. ولزومه ايه ده كله بس يا باشا؟ عشان انت مش هتمشي من هنا الا لما الواد ده يظهر يا زينات. اثبت يا يا نهار اسود. فيها بايه يا نهار اسود؟ فيها بهواد. ومش كانوا لاقوا التحرش ولا ايه؟ انت فاكر انك هتعرف تهرب مني يا روح امك ولا ايه؟ بالراحه يا بيه. بالراحه يا بنت الاحلى. واحد احلى شطار. بالراحه يا رجاله. بالراحه يا كابتن. بنتفاهم يا رجاله. يا جدعان انتوا لو قابضين على بن نادر مش هتعملوا كده. ايه ده سيد مسله؟ ايه اللي جابك هنا يا؟ واضح ان الناس الجدعان دول عايزينك في موضوع مهم قوي. كلك نظر يا حنان. طب يا باشا احنا خارج الحدود ولا احنا فين؟ ماشي يا كبير. ساده مثلا انت فين؟ انا هنا وانا فارس جلجلي. ليلتك بلاك بلوك يا والنبي يا رجاله. والنبي يا رجاله. على روحك. فاهم يا روح امك؟ فاهم؟ فارس لو لسه عايش رد علي. عايش يا ابن الفقريه. بص في ايه ورايا؟ اكسر كوبايه وفك نفسك. انا عرفت ان الواد ده مفيش حد وراه، وانه كمان اول مره يعملها عشان محتاج فلوس لعمليه واحده قريبته، حاجه كده زي الافلام القديمه. انا اتاكدت من كل ده بنفسي يا سليم بيه. وتليفونك اللي عليه الرسائل والايميلات اهو. يعني الواد ده ما لقاش الا عربيتي انا ويسرقها. من بخته الاسود. بس انا تحرياتي بتقول ان الواد ده طول عمره ماشي جنب الحيط ومالوش في العوام. بس برضه ما نقملوش. شوف يا باشا، انا عملت اللي عليا والواد عندكم. نعملوا في اللي انتوا عايزينه، بس عن نفسي بقول لك ان مفيش حد وراه. سلام. ايه ده انت مش هتتعشى معانا؟ لا ده انا عندي عزومه. بالسلامه. بس برضه سعادتك الواد ده خطر علينا، والصح ان احنا نخلص منه، لانه كده عرف شكلنا وعرف عننا كل حاجه. بس مش عاوز حد يحس بحاجه. راحوا فين؟ شوفوهم مستخبين في هذه المصيبة.
اسمك يا ده احنا من نزله السماليه شويه نسوان. اثبت يا عم. اطلع يا ده سايق. يا سايق اثبت يا يادا انتوا شويه بلالين منفوخه على الفاضي يا اثبت يا الشاب الكيوت ياكل بالشلول. تمام يا فارس. انت فاكرك يعني انت هوا